أنا أخاطب وسائل الإعلام العالمية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة لأعلق مسؤولية سلامة وأمن الرئيس فضلا عن كونه هو الرئيس الشرعي. فإحنا بنضع هذه السلامة في رقاب الجميع ولا نبرئ أحد من المسؤولية. ما حدث من اختطاف جريمة كاملة للاختطاف لا تقل جرما بل هي بالضبط نموذج مجسم لاختطاف الإرادة الشعبية واختطاف وطن بأكمله. هذه الجريمة على المستوى الشخصي سنبدأ وفورا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد عبد الفتاح السيسي والمواطن الانقلابي داخل مصر وعلى المستوى الدولي. نحن لن نستطع التواصل على الإطلاق بأي شكل قانوني أو غير قانوني بالوالد منذ عصر يوم الانقلاب 3 يوليو على الإطلاق، ولا نعرف مكان احتجاجه.